السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. الحجيج يواصلون النفير إلى مزدلفة وسط جهود كبيرة بذلتها المملكة العربية السعودية. رئيس الجمهورية يهنئ خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى ويشكر وقوف المملكة مع اليمن. أبناء المختطفين يرمون ملابس العيد ويؤكدون أن عيدهم يوم عودة آبائهم من سجون الانقلاب. مرحبا بكم. يواصل حجاج بيت الله الحرام النفرة من مشعر عرفة إلى مزدلفة للمبيت هناك وجمع الحصى المخصص لليوم العاشر من ذي الحجة الذي يتوجهون فيه إلى منى لرمي الجمرات ونحر الهدي وأداء باقي مناسك الحج، ويبيت الحجاج في مزدلفة حتى صباح الغد أول أيام عيد الأضحى المبارك ليفيضوا بعد ذلك إلى منى. وكان حجاج بيت الله الحرام توافدوا إلى صعيد عرفة منذ فجر الأحد لإتمام الركن الأساسي من الحج. وفي خطبة يوم عرفة أكد الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس على المعاني الإيمانية السامية التي تتضمنها فريضة الحج، ودعا قادة الأمة الإسلامية لتوحيد كلمتهم والابتعاد عن أسباب التفرقة والشتات. وقال السديس إن الأمة الإسلامية تمر بمرحلة تتطلب منا تضامنا وتنسيقا في مواقفنا لمواجهة التحديات، وشدد على أن أمن الحرمين وسلامة الحجاج خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بالشعارات الطائفية. ومرت إجراءات الحج بسلاسة تامة وانسيابية منقطعة النظير في ظل الإمكانيات الكبيرة وغير المسبوقة التي وفرتها قيادة المملكة العربية السعودية على مختلف الصعد من أجل سلامة الحجيج وراحتهم وأمنهم. اللجنة التي قامت بتشكيل هذا الموسم مع وزير الأوقاف والإخوة المشاركين جميعهم قاموا بنشاط لا يسبق له مثيل في هذا الموسم خاصة. وصلنا إلى عرفة والأمور تمام، الحجي تمام والخدمة تمام، كل شيء الحمد لله على ما يرام. كل الشكر موصول للحكومة اليمنية على هذا التنظيم ممثلة بوزير الأوقاف، وأيضا للمملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا اليمن ويحفظ بلاد سائر المسلمين. رافق مفدنا إلى المشاعر المقدسة الزميل فوزي المريسي اليوم جموع الحجيج ووفانا بالتقرير التالي من على صعيد عرفة المبارك، نتابع. إذن مشاهدينا هكذا تبدو الصورة في هذا المكان المقدس جبل عرفات. جموع المسلمين من مختلف أقطار الأرض أتوا إلى هذه الديار المقدسة ليعلنوا أن الواحدية وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وليقدسوا هذه المشاعر المقدسة. كما تلاحظون في الصورة مشاهدين هناك حالة من الترتيب الذي يختلف عن الأعوام السابقة من قبل السلطات السعودية ومن قبل قوات الأمن والجيش وكذلك أمن الحرم المكي الشريف. هكذا تبدو الصورة وهكذا هو واقع الحجاج. ننقل لكم الصورة من هنا من جبل عرفات. فوزي المريسي، قناة سهيل، من جبل عرفات. للمزيد ينضم إلينا مفدنا إلى المشاعر المقدسة الزميل فوزي المريسي. فوزي، ضعنا في صورة المشهد الآن في مزدلفة. نعم محمد، الحجاج بعد أن أكملوا الوقوف بجبل عرفات تحركوا أفواجا إلى مزدلفة. وصلنا نحن ضمن البعثة اليمنية للحجاج اليمنيين، وصلنا للتو إلى مزدلفة. هناك جموع الحجيج من مختلف بقاع العالم وصل هذا المشعر المقدس. هناك حالة من الترتيب
لا تختلف عن الحالة السابقة من عملية ترتيب الحجيج وتنظيم الوصول إلى الأماكن المحددة وتنظيم مرور الباصات النقل وكذلك الحجيج. هناك حالة انسيابية تسير الأمور حتى الآن بطريقة مرتبة جدا. جميع الحجاج يعني يبدون ارتياحهم لهذه لهذا العمل ولهذا الترتيب، بل ويؤكدون أن هذا الترتيب يختلف عن الأعوام السابقة حيث ضاعفت الحكومة السعودية من عملية الترتيب ومن عملية التسهيل لمرور الحجاج ولأداء المناسك دون أن يحصل هناك أي زحام أو أي حالات اختناق أثناء المرور من مشعر إلى آخر. كيف سارت عملية أداء مشاعر الحج الأكبر في عرفة ثم النفير إلى مزدلفة؟ كيف كانت عملية التفويج؟ كانت عملية التفويج كما أشرنا سهلة وسلسة جدا. هناك تكثيف لرجال الأمن الذين مارسوا دور المرشدين وكانوا يوضحون للناس كيف يتوجهون من الأماكن المحددة. أيضا هناك خدمات كبيرة جدا قدمت للحجيج من توزيع المواد الغذائية والأدوية وكذلك الخدمات الأخرى. لم يشعر الحجيج اليوم بشيء من التعب رغم حرارة الشمس لكثرة ما تم إنفاقه عليهم من مواد سائلة ومن عصائر وكذلك من وسائل تبريد، يعني كانت تخفف عنهم حرارة الشمس وتمنع عنهم الإعياء والتعب. هل يمكن لك أن تصف لنا مشاعر الحجاج اليمنيين الذين وقفوا على صعيد عرفة، عن آمالهم، عن طموحاتهم، عن ماذا من خلال مداخلتك وبقائك معهم؟ نعم هناك أمر مهم نسينا أن نتطرق إليه، وهو أن الشيخ عبد الرحمن السديس خطيب الحرم ألقى خطبة تطرق فيها إلى واقع الأمة الإسلامية في مختلف بقاع العالم وتحدث فيها عن أهمية التلاحم ورص الصفوف وأيضا لمواجهة أي مخاطر قد تحدث بالمجتمع الإسلامي على مستوى العالم العربي والإسلامي. ما بالنسبة لمشاعر الحجاج اليمنيين، كثيرا ممن مررنا من جوارهم أو التقينا بهم في مخيماتهم أو في صعيد عرفات كان هدفهم الأكبر أن الله يخلص اليمن من واقعها، وأيضا كانوا يدعون أن يخلص الله بلادنا من الأعمال الإجرامية التي تقوم بها العصابات الإنقلابية وأيضا ما وصلت إليه اليمن من حالة متردية جراء ممارساتهم. كان الجميع يستشعرون أن صلاح البلاد أمر مهم، وبالذالي كانت الأكف ترفع إلى السماء يدعون الله سبحانه وتعالى بكل تضرع وبكل ابتهال. موفدنا إلى المشاعر المقدسة الزميل فوزي المريسي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. هذا وبلغ عدد الحجيج الذين استقبلتهم المشاعر المقدسة أكثر من 1.5 مليون حاج. الزميل ناصر الجمرة والتفاصيل. منذ ساعة الفجر الأولى توجه حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفة لإتمام الركن الأساسي من الحج. الحجيج الذين بلغ عددهم أكثر من 1,855,000 بينهم 20,000 من اليمن باتوا الليلة في مشعر منى حيث قضوا يوم التروية، وقد قضوا النهار من شروقه إلى غروبه بالصلاة والدعاء في عرفة على أن ينفروا إلى مزدلفة بعد الغروب ويبيتون فيها. إنه موقف مسقر عن موقف الحشر حيث يقف الناس في عرفات مجردين من كل شيء، فالكل واقف أمام رب العزة عز وجل يتجلى. هناك موقف الإنسانية والأخوة والمساواة حيث لا أمير ولا مأمور ولا أبيض ولا أسود ولا أصفر، الكل عبيد لله، الكل يناجي ربه العظيم لينال مغفرته ورضوانه. كذلك أجريت فجر اليوم في مكة المكرمة مراسم تقير كسوة الكعبة المشرفة عقب صلاة الفجر، حيث استبدلت كسوة الكعبة القديمة بأخرى جديدة على يد 86 فنيا وصانعا، وكما هي العادة تكسى الكعبة المشرفة في هذا اليوم من كل عام.
وقوف ضيوف الرحمن في يوم عرفة ليست عادة فحسب، إنما حرص منهم على أداء مساكين هو أساس الحج، فالحج عرفة. ناصر الجبر، قناة سهيل، من جبل عرفة بمكة المكرمة. أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أن الشرعية ستظل ومن موقع القوة والمسؤولية في مربع الإيجابية في كل الظروف، مطمئنا اليمنيين أن ذلك لن يكون على حساب خياراته وكرامته وشرعيته، ولن نقدم أي تنازل يسيء له أو يمس ثوابته وتضحياته. جاء ذلك في كلمة رئيس الجمهورية وجهها للشعب اليمني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والتي قال فيها إن هذه المعركة ليست خيارنا، فلقد فرضها تحالف الخيانة والغدر بين المخلوع والحوثي عندما انقلبوا على الدولة ورفضوا الإجماع الوطني الذي توافقت عليه كافة مكونات الشعب اليمني والمتمثل بمخرجات الحوار الوطني، وأسقطوا العاصمة وأهانوا القوات المسلحة والأمن ودمروا نسيج المجتمع. أيها الشعب اليمني الكريم، أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. يحل هذا العيد على وطننا الحبيب ونحن بين أملا وألما. الأمل الذي تعززه كل جبهات البطولة والفداء الصامدة في وجه الإنقلابيين والتضحيات شعبنا العظيمة من أجل استعادة الدولة ودحر الإنقلاب، فمن الجنوب الذي سجل أبنائه أنصع صفحاته وأقل التضحيات لتطهيره من الماليشيات الإنقلابية، ومروراً بتعز ومارب والبيضاء والجوف وصنعاء وإب والحديدة وحجة، فلقد هزم أبطالنا في محافظة تعز جحافل الإنقلابيين وكسروا همجية السلوك الظالم، وفي مارب الحضارة والتاريخ يصدر رجال الجيش الوطني والمقاومة ملاحم البطولة والنضال، مارب التي لا تقبل ثقافة الإمامة والسلالة والكهنوت والهمجية، فتلك صرواح تسجل بأحرف من نور انتصاراتها، ولقد كان الجوف على موعد مع ميادين الشرف والرجولة فدحر المعتدين وصنعت الانتصارات. أيها الشعب اليمني العظيم، هذه المعركة ليست خيارنا، فلقد فرضها التحالف الخيانة والقدر بين المخلوع والحوثي المدعوم والمسير من أيران عندما انقلبوا على الدولة ورفضوا الإجماع الوطني الذي توافقت عليه كافة مكونات الشعب والمتمثل بمخرجات الحوار الوطني، وأسقطوا العاصمة وأهانوا القوات المسلحة والأمن ودمروا نسيج المجتمع، وفي الوقت الذي كان الجميع يمد لهم يد السلام والحوار كانوا يطلقون الرصاص على الجميع ويحاصرون المدن ويقتلون مسؤولي الدولة ويعيثون في الأرض فسادا، وانقلبوا على حلم اليمنيين في بناء اليمن الجديد، يمن العدالة والكرامة والحرية، يمن المساواة والتوزيع العادل للسلطة والثروة، اليمن الاتحادي الجديد الذي ترجمته مسودة الدستور الجديد التي انقلبوا عليها رغبة منهم في استمرار مصالحهم واستمرار استحواذهم على مقدرات البلد ونهب خيراتها وإذلال الشعب اليمني العظيم. فلم يكن إمام شعبنا الشجاع من خيار سواء يدافع عن الدولة والوطن وعن الإجماع الوطني وعن أحلامهم في اليمن الجديد وعن كرامته وعزته وأرضه، فخاض أفضل المعارك وأشرف الحروب. أيها اليمنيون الكرامة جميعا، أننا اليوم وفي خضم الانتصارات التي يقترحها شعبنا الصابر لعلى ثقة بأنها آخر معارك اليمن
وبوابته نحو الحلم الكبير والغاية السامية، وإن هذه التضحيات الباسلة لن تورث لشعبنا إلا العزة والكرامة ومجد في اليمن الاتحادي المرتقب. بعث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقال: باسمي وباسم كافة أبناء الشعب اليمني أعرب عن جزيل الشكر والامتنان لوقوفكم إلى جانب اليمن في مختلف الظروف، وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها اليمن جراء انقلاب ميليشيا الحوثي وصالع على مؤسسات الدولة. وأوضح الرئيس هادي أن استجابة المملكة لنداء الأخوة عبر التحالف العربي يعكس حجم العلاقة الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والتي تحتم على البلدين الوقوف إلى جانب كل منهما وبقية دول المنطقة لمواجهة المخططات الخارجية التي تتربص بأمننا واستقرارنا وتسعى لكل ما من شأنه الزج بالمنطقة في أتون صراعات طائفية مقيتة. كما بعث رئيس الجمهورية برقيات مماثلة إلى ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، هنأهما فيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا لهما دوام الصحة والعافية وللشعب السعودي المزيد من الازدهار والرقي والتقدم. إلى ذلك، بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقيتي تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وفي برقياته أشاد نائب رئيس الجمهورية بمواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومة وشعب المملكة الداعم لليمن وشرعيته. وأكد نائب الرئيس أن تلك المواقف الأخوية الصادقة ستخلد في التاريخ بأحرف من نور، وستحفظ في ذاكرة الأجيال، وستظل محط تقدير وثناء كل أحرار اليمن على مدى الأزمان. وبعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كما هنأ أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكافة أبناء الشعب اليمني الذين يسطرون أروع الملاحم في وجه الميليشيا الانقلابية وينتصرون للوطن ويحققون أمان الشعب بالدولة الاتحادية. وأضاف: يثبت اليمنيون يوما بعد آخر أنهم دعاة دولة ونظام وقانون، وليسوا رعاعا أو أتباعا لمن يسلب حريتهم وكرامتهم ويسلم رقابهم لميليشيا انقلابية هي مزيج من خرافات سلالية طائفية وادعاءات مصلحية وانتقامية، وتخدم جميعها التمدد الإيراني الفارسي. وأشار الفريق الأحمر إلى تزامن هذه المناسبة العطرة مع شهر سبتمبر العظيم، شهر الثورة والحرية، وقال: إنني وفي هذا المقام أدعو كل أحرار وشرفاء الوطن من مسؤولين وقادة عسكريين وشخصيات اجتماعية ووجهات ومشايخ وإعلاميين ونشطاء إلى تلبية النداء الواجب والالتحاق بركب الشرعية ومساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لاستكمال التحرير وبناء اليمن الاتحادي المنشود. بعث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم برقية تهنئة إلى ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب بن دغر عن شكره للدور المشهود والتاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومة المملكة في إنقاذ اليمن من السقوط في قبضة الميليشيا الطائفية ومن دوامة الفوضى والاستبداد. وأشاد الدكتور بن دغر بالدور الكبير الذي توليه القيادات السعودية في تأمين المشاعر المقدسة. نفذ عدد من أبناء وأطفال المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد
أمام مبنى المفوضية السامية بالعاصمة صنعاء احتجاجا على استمرار اختطاف أبائهم الذين يقبعون خلف القضبان منذ أكثر من عام، فيما لم تراعي الميليشيا الانقلابية مشاعر أبناء المختطفين وأهليهم الذين أتت الأعياد تلو الأعياد وهم محرومون من رؤيتهم وأفسدت أعيادهم. وفي الوقفة الاحتجاجية قام أطفال المختطفين برمي ملابس العيد تعبيرا عن عدم استعدادهم للبس الجديد، فيما آباؤهم يقبعون في سجون الانقلابيين مطالبين بسرعة الإفراج عن جميع المختطفين وإعادتهم إلى أسرهم لينعموا بالعيد والفرحة معا. هذا وما تزال ميليشيا الحوثي والمخلوع تختطف المئات من أبناء الشعب في سجونها منذ أكثر من عام ونصف دون توجيه أي قضايا لهم وفقا للقانون، لتستمر في حرمان المختطفين من أبسط حقوقهم إضافة إلى المعاناة الكبيرة التي خلفتها لأسرهم. العيدري طالب الإفراج عن أبيكم فوراً، أنا مشتاق إليه كثيراً. أنا مشتاق إليه كثيراً أبي الغالي، أبي الغالي أبي الحنون. أجي أعيد مع بابا، بابا وله أعيد بدون بابا هو أهدى الإجوعة. شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت مواقع وآليات لميليشيا الحوثي والمخلوع في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، حيث استهدفت مقاتلات التحالف بثمان غارات مواقع وآليات للميليشيا في معسكر اللواء 26 ميكا، وأسفرت الغارات عن تدمير مخزن أسلحة ومعدات وآليات عسكرية كانت قد وصلت إلى المعسكر يوم أمس، وسمع دوي انفجارات عنيفة من المواقع المستهدفة إلى أماكن بعيدة، واستمرت الانفجارات لأكثر من ساعة. إلى ذلك شنت المقاومة الشعبية هجوما على مواقع الميليشيا الانقلابية في قيفة بمديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء، وأكدت مصادر محلية أن رجال المقاومة الشعبية شنوا هجوما واسعا على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي والمخلوع المطلة على منطقة صرار العشاش في قيفة، أعقبه اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة وما تزال مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر. تعد الحاضنة الشعبية التي تحظى بها المقاومة الشعبية في تعز أحد أبرز عوامل الصمود والثبات والانتصار، وقد كان للحاضنة الشعبية جهودا مؤثرة في العديد من مجالات الدعم والتعزيز لرجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وتحت لافتة حملة ساند سيرت الحاضنة الشعبية في مديرية صالة اليوم قافلة غذائية وعيدية بالجبهة الشرقية بمدينة تعز. جمعت المواد الغذائية والفراشات والبطانيات وكعك العيد وغيره من المتطلبات اليومية لمطابخ المقاومة لتسير قافلة باتجاه الجبهة الشرقية. من قبل حملة ساند بمديرية صالة، نحن معنا اليوم قافلة لدعم المقاومة، هدفه مساندة المرابطين في الجبهات ونشعرهم أننا معكم لن نترككم مهما حصل، حتى وإن اضطرينا أن نجاهد معكم ونقاتل معكم سنقاتل. جبنا لهم دعم من ناحية للمطابخ، مواد غذائية تشمل الفاصوليا والتمور والحليب والحاجات هذه، وجبنا لهم فراشات وبطانيات وكمان دقلات للمطر. نحن نريد أن نوصل رسالة واضحة أولا إلى إخوتنا المرابطين في الجبهات بأننا معهم وأننا سنستمر في دعمهم.
جميع أبناء تعز تقف من خلفهم، بل أقول أنهم جميع أبناء اليمن يقفون من خلفهم. هذا الدعم الذي يصل إلى إخواننا في الجبهات ما هو إلا تعبير بسيط عن شكرنا وامتناننا لثباتهم لشجاعتهم. نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين أيها الرجال الشرفاء المقاومون الذين تذودون عن أبناء تعز وعن اليمن بشكل عام. نقول لكم أننا معكم وسندا لكم حتى يتحقق النصر لكل اليمن، كل أرجاء اليمن ومحافظة تعز بشكل خاص. امتنان كبير من رجال المقاومة واعتراف بالجميل الذي سيتحول ثباتا وإقداما لصد الغزاة في كل المواقع والمتارس في الجبهة، وشكرا وتقديرا للحاضنة الشعبية التي تقف خلفهم بكل إمكاناتها. اليوم المبارك يوم عرفة، نشكر إخواننا في تكتل الصالة الإنساني التنموي المساند والمشارك معنا في جبهات القتال والمقاومة، والذي اليوم يمثل ركيزة انتصار وإسناد، فإخوانهم في المقاومة يقاومون في المقدمة وهم يساندونهم من خلفهم. هذا التكتل المبارك الذي يشمل عدة مؤسسات وجمعيات ومبادرات خيرية. هذه الحملة الذي تحت شعار مساندة المقاومة، هذه الحملة أيضا كانت تحت تكتل صال إنساني. هؤلاء الرجال، هؤلاء الشباب، تلك النساء التي وصلوا إلى هنا إلى المدارس الأمامية إلى حسنات وإلى المكلكل، هذه الحملة بكل ما تعتني بكل ما تحمل من مواد غازية ودعم للمقاومة، معنى ذلك أنك تقاوم، معنى ذلك أنك تساند المقاومة في المتارس، في جبهات القتال، في خط النار. شكرا لكل من دعم المقاومة، شكرا حملة ساند، شكرا تكتل صالة، الشكر موصول للجميع. تتسع مناطق المقاومة ومعها تتسع دائرة الحاضنة الشعبية لدعم أبنائها في المواقع والمتارس، ولا خيار أمام الشعب اليمني إلا الالتحام بالمقاومة ومساندتها ليتخلص الجميع من الإنقلابيين ويصبح العيد عيدين. محمد يوسف، لقناة سهيل، تعز. ارتبط العيد بسنة الأضحية، وهي سنة لم تعد في متناول الغالبية من الناس نتيجة لتداعيات الحرب الآثمة التي شنتها الميليشيا الانقلابية على الشعب اليمني، إضافة إلى الحصار الذي تفرضه على مدينة تعز. أتابع التفاصيل. سوق الضباب جنوب مدينة تعز، به يتسوق أبناء صبر وجبل حبشي وجزء من أبناء المدينة. زرناه اليوم لنجد زحمة الناس كبيرة حابين شراء الأضاحي. الأسعار مرتفعة والناس عاجزين عن الشراء بسبب أنه هذه الأيام الناس عاطلين والسيولة عند الناس ضعيفة وغير متوفرة. غالي غالي مرة، غالي. من كم قلت العيد؟ من 30، من 40، 45، من 60. غالي غالي. الايام السابقه يعني ما كانش يحصل هذا ب 12، يعني ب 15 تحصله ب 12 ب 10، بس الان مع المواصلات مع هذا يعني تعب، الناس تعبين. غالي غالي، نعم بايعهم اشتروا الواحد ب 50 ب 40 ب 60 ما يجيش 10 ليرتين. العيد من 40 من 35 غالي، ما احنا قادرين. لم تتوفر المواشي مثل كل عام، وغاب الاستيراد الذي يوفر ملاذا للكثيرين، مما صعب الشراء كثيرا على محدودية الدخل سواء الموظفين أو المواطنين. ما فيش السوق، الكمية قليل، ما فيش وارد من الخارجي، ما فيش، وما ينهزل الأسعار إلا الخارجي. والله قد ضحى عنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يستعن ضحي. البعض يفضل أن يضحي مشاركة مع جيرانه وأقاربه، ولكن الأسعار تقف بينهم وبين ما يريدون. غالي 100%، العياد مرتفع، الأسعار خيالية، ولا خارجي، الخط مقطوع، الدنيا حصار. أجينا من القرية عشان نشتري عيد، والمواطنين حالتهم حالة، فرقوا 200,000 منهم 7،
لقينا لونه والثور ب 400 ب 500 ب 400 من النديل لهون عيد، هذا شروح بدون عيد. تفاجأت بالحشود الكبيره هذه كسوق شعبي يتجمعون فيها الناس، وكأنها تعز في صوره تحدي جميله ورائعه.